العراق، مسمية راسي أم العراق. ملي خلقت وأنا كنعرف راسي القطوط، وخا صغير ومشى للمدرسة ونجبر شي قط مضروبة ولا شي حاجة كنعملو في المحفظة ديال المدرسة ونديه معايا ونردو من الدار. سبحانه وتعالى شي هاد الغلطه ديالهم في القلب ديالي كتجرحني. شوف اللي يقدر يطعو، شوفوا لا غلط كنجي نجبرو ما وليدي ميتين فوق بعضياتهم. شو يدي كيتن عليها نجبر شي قط مضروبة ولا شي حاجة كنعملو في المحفظة ديال المدرسة ونديه معايا ونردو للدار. دابا أنا كبرت كنجي لهنايا كان داكشي قليل، دابا ولاو الناس بالصنادق أوليدي بالصنادق كيجيبو وماشي شخصيات بالطوموبيلات ولاباس عليهم ينزل القطة وولادها ويمشي فحالو، وما كنخليلهم شي. كنقول لهم حشومه وعيب عليكم تسيبوا هيدا القطوط، هادو ما عندهمش يدوقهم من العال، ما كيشهدوا بزور، ما غيديو لك ديالك القط الا سراق راه فيه الجوع صافي كيعمر كرشو يمشي فحالو. شو شحال عطينا تي كنغير الرطا ويدي كيتسرعات. شو مريطه وهاد المناسبة هادي كنبلغ السلام وكنحيي خوتي المغاربة اللي خارج المغرب واللي في المغرب واللي كيتعاملوا معايا وكيسندوني وكيصيفطوا لي والكلام الطيب الله يجازيهم بخير. شي خوتنا المغاربة اللي في الخارج تشفوا قراسنا والله ما بين ما عندنا غير المسافة بعيدة، كيخموا فينا ويخموا في الحيوانات ديالنا ويخموا في المرض ديالنا وكيعاونوا وكيعطيو واخا بالكلمه الطيبه. وعلى هنايا من تطوان ومن ميدالت ومن دار بيضاء الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير، وسكان مدينه طنجه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. اللي كيجيب القطوط من بوخالف، اللي كيجيبو من كزنايا، اللي كيجيبو بحال مره من فاس، المراه جات تعمل كونجي سيبت القط هنايا قالت لي انا جيت ندير الكونجي. ايوا سير القط هنا وتمشي تعمل الكونجي من والله العظيم الا من فاس. شو اجي نقول لك كنخسر عليهم؟ شو اجي نقول لك؟ كنشري داك الشكاره ديال 20 كيلو كتعمل لي 40 ايام ديال الفريسكيس، كنشري لهم كركاسات كنطيبهم، كنشري الروز وكنطيبو لهم بالحوت، الحوت مطيب، كنشري الحليب جوج لتر ديال الحليب، جوج لتر ونص ديال الحليب، وما عنديش وهجالة ومسكينة ودرويشة والحباب كيطيوني ما ناكل وكنجيبو لهم ليلهم، وأنا عايشة، أنا عايشة، حنا ماشي نموتو حنا وياهم، أنا ما نقدرش ومريضة هادي كتشوفني. فيا الهشاشة د العطار، فيا الطنسيون طالع، فيا بزاف د الحوايج وما نقدرش نخليهم. لا حتى واحد المرة جبرت هنا 5 د اللوبوس في الشكارة مشدودين، الحيوان كامل شتي الحيوان كامل، الكلب الحمار حاشاك القط الطير. دابا الطير عندي واحد في الدار جبرتو راه فاينا مسيب ديك الطير بقار كبارين صغيور الفرخ. انا كنشري له اللحيمه وداكشي كنعطيه ياكل ملي كبر يطير بحالو. مره خرج جبرت الغرابه عاود بقيت كنعطيها تاكل وتهدي ونعملتها في السطح حتى كبرت ومشات. ايوا هادو الناس ما عندهمش القلب ما عندهمش الكبده ما كيخافوش من الله. شوفوا لا غاوت كنجي نجبروا ما وليدي ميتين فوق بعضياتهم فوق بعضياتهم. شو كيدخلوا في الغيران الله يودي. حنايا عندنا الخير في بلادنا، حنا مغاربه معروفين بالكرم وبالقلب الحنين، مواطنين كنطالب مواطنين هما ما يجيبوش القطوط هنايا الله يجازيهم بخير ويتعاونوا مع بعضياتهم ويساعدوا بعضياتهم. الا كانت شي قطه في الحومه يساعدوها. وكنطلب يعني من هاد الطب البيطريين يعني يعملوا واحد التناوب
مره في الشهر واحد، مره في على 15 يوم واحد، ويقابلوا بالدواء ويعملوا لله شويه، فهمتي؟ بحال واحد الخدمه مدنيه، فهمتي؟ حسبها زكاه، يحسبها عاشور، يحسبها اي حاجه. مثلا انت الطبيب بيطري عندك العياده ديالك، واجي هنا وداوي فرج. دابا ها انت كتشوف محروقين، لا ما لا والو، في الشتا كيكونوا في الغايص ويكونوا في كل شيء. والرحمة الله الرحمن الرحيم، الله غفور رحيم، الله رحيم، الله رحيم. طالما منهم يجيبوا ماكلة، يجيبوا لهم ماكلة. وضروري ضروري ما واخا تقول لهم وليدي كيقولوا حنا ما جي نجيبوا غادي نعملوا، والله ما تشوفهم. علاش كيعملوا هيدا؟ علاش؟ علاش؟ اللي ماش نجيب له الماكلة نخليه في مطاعته مع يماه. نهار 26 رمضان حسبت 71 ديال الخطوط هنايا اللي مسيبين، غالي كيرطعوا. يو انا باياش واش كتنزل لي من السماء؟ عندي الصحه، عندي الله سبحانه وتعالى، وعندي الضمير ديالي حي، عندي الضمير ديالي حي، عندي الضمير ديالي حي، وعندي قلبي، لان الله خلقني وخلقهم، ورزقي على الله ورزقهم على الله. بالحق علاش كتشردوهم؟ شو تقولون الله غدا يوم القيامة يحاسبوكم، غدا يوم القيامة يحاسبوكم، غدا يوم القيامة يحاسبوكم. أنا كنعرف أوليدي امرأة عندها كلبة وعندها قطة، عرفتي؟ خرجوا بالطوموبيل مشاو جهة القصر صغير، في الكلبة فتحوا لها الطوموبيل وطلقوها في الخلا والقطة داتها. اسمع مني شنو كنقول لك، والله العظيم الا حقيقه. ما كملوا شهر ديك المراه حماقت، مولدة خرجهم من تما ولا كانت منهم، لان الله سبحانه وتعالى كيسمع النداء ديالهم. الله ما كيبغيش الظلم، ما نظلم لا حيوان ولا شجره ولا ما ولا سكيري ولا حشيشي ولا عالم، ما نظلم حتى واحد. الله سبحانه وتعالى امرنا بالرقف. الله سبحانه وتعالى ملي كيموت الانسان شنو كيقول له؟ التحق الى الرفيق الاعلى. ما كاينش بحال الرفيق، الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. حنا خصنا يكونوا عندنا الرفق وعندنا الحنان وعندنا العطاء وعندنا السخاء وعندنا القلب يكون شبعان. حنا عندنا خصنا يكون القلب شبعان، خصنا غادي يجي واحد اليوم، يوم الفصل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. صافي، يوم لا تغني نفس شيئا. غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يحاسبونا ونحاسبوهم. احنا ما نحاسبوهمش بالحق، وما غادي يحاسبونا. والله ينجينا من الحساب اللي ما كيهضرش، الله ينجينا من العقاب ديال المظلوم. هادو مظلومين، هادو محاجر، هادو يتامى، هادو متخلى عنهم، هادو متخلى عنهم، هادو متخلى عنهم. ملي كتسمعوا المتخلى عنهم كي شي وليده وشي بنيته كيجيبوا البولانسيا وكيجيو كيديوها من الطبيب، هادو ما كيعرفهم حتى واحد، هادو ما كاينش اللي كيعرفهم. ودابا يبقاو هيدا تنغدا ان شاء الله. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، ونتمنى الصوت ديالي يعمل الاجابه. انا ما خصني حتى شي حاجه، انا خصني هاد الشيء ما يبقاش في المغرب كامل، شي غير هنايا. المغرب الحق هنايا بزاف بزاف، ما كيحشموش. واحد المره انا هنايا سرقوني، بعدا نسيت انا هنايا كنجيب الصباح بالكروسه، كروسه باقا فيها الماكله، باقي فيها كل شيء، جيت باش نكب لهم الحليب، قبضت ودا الكروسه سرقوها، مشات كنطيح هنا في الحجار، كنطيح على وجهي. ايوا الحمد لله. وحنا ماشي نعملو نعملو نعملو، ماشي ماشي. شو 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 الرحمة 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 يا عباد الله الرحمة. أنا جيت كيفاش يعملوا الناس ياكلوا ويشربوا هادشي هيدا؟ حرام حرام، هما سمعوا الصوت ديالي جوج الكرسين كياكلوا التراب، كياكلوا التراب. أنا المهم ديالي هو واحد الحن هاد الحيوانات كاملة. شتي اللي كيجيب الخطوط من هنايا يسيبهم، والله العظيم إلا خصو العقوبة. بمعنى الكهاش ماشي نطيهم، كيفاش تعمل تعيش وتشوف هيدا؟ أنا مرضوني، أنا مرضوني. في الصباح كيكونو خطار. أنا كنشكر الجريدة اللي جيتو، أنا خصني الصوت ديالي يوصل والمنظر يوصل، عرفتي؟ وما كاينش اللي كيحن، وما كاينش اللي كيرفق.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.